السلام عليكم متابعي قناة طرز نينا، ومرحبا بمتابعين جداد. اليوم ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نقاسم معكم التقنية اللي وضفت في الطرز الجلابة. اول حاجة قبل ما ترشموا الجلابة دائما نبارطاج معكم الطريقة. غتنزلوا من جهة الطوق ب 8 سنتيم. علاش ب 8 سنتيم؟ لانه القب ملي تيتنى ملي تيتحل تيتحل وهو ب 8 سنتيم، يعني ديك 8 سنتيم اصلا تتنى تتحط فوق من الصدر. يعني رشمة انا الا جيت محد الطوق ورشمت ملي غيتحل القب فوق من، يعني الجلابة من علبسها هذاك القب ملي غيتحل على الصدر غادي يغطي لي الطرزة. فهادشي علاش خصك تحطي ب 8 سنتيم عاد باش تحط الرشمة ديالك، باش الرشمة القب تيبان القب والرشمة تحت منه مباشرة. هذه اول حاجه، ودائما تنقولها لكم في الفيديوهات وتنشير لكم ليها حتى هو ملي تنكون تنبين الرشم تنقول لكم هذه القضيه. حتى اللي ما فهمش من خلال غير شفويا هذه الملاحظه اللي ذكرت دابا يرجع الفيديوهات الديولي اللي تنرشم فيهم جلابة. دابا غادي نبدا معكم التقنيه ديال الطرز الرباطي. بالنسبه للتقنيه ديال الطرز الرباطي فخاصكم تعتمدوا يعني التقنية اللي وضفت، يعني الغرزة ديال الرباطي تكون غرزة حدا الغرزة. أولا الطرز الرباطي تيتسمى أيضا بطرز تعمار. علاش تعمار؟ لأنه تيعمر الفراغات. فالغرزة ديال الرباطي خاص الغرزة تكون حدا الغرزة، يعني من نسبة الضربي تراعي أنه الغرزة ديالك يكونوا جايين مقاربين لبعضياتهم ونزلات والهبطات على حسب الرشمة خصها حتى هي كذلك. بحال دابا الا كانت في هذه المنحنى مثلا هاد الدوره ديال هاد الورده نازله شويه في هاد البلاصه هادي فانا خصني ننزل، ومني تتكون غادي وتطلع بحال هاد الرشمه هادي فانا خصني نكون تنطلع وننزل والضربات يكون مقاربين بعضياتهم باش ما تيجيش شي فراغات وتيبان بحال الرشمه مقطعه من حتى من ناحيه الطلعه ديال ديك الانحناء والدوران ديال ديك الوردة انا اللي تنخدم فيها دابا عيب عليك فراغات تمايا. فهادشي علاش الغرزة خاصو يكون التقنية ديال التعمار تكون صحيحة، ونحاول ما امكن نراعي الموديل اللي عندي في الرشمة. الا كان نازل في الهبطة ديالو نهبط معاه حتى انا تي لحدها، ولا كان طالعة نطلع معاه تي لحدها. يعني الرشمة الا كانت عندك مرشومة وانتي ملي بديتي تطبقي نقصتي في التطبيق ديالها، يعني نزلت ما نزلتيش تاي لحدها وطلع ما نزلتي ما طلعتيش تاي لحدو تتجي الرشمه خطا وتيجي بان لك اتقان ديال الرشمه ما كاينينش. بحال مثلا هاد الطوريده هادي اللي مخدومه في هادي ما عيبانش عندك دوك الطورات ديالها وما بانش عندك دوك النزول ديالها، ما عطاتكش هاد الشكل عجيب بحال عرش داير وصافي. اعتذر على هذا الصوت ديال المعلم، كاين اصلاحات فدائما تنقطع في الفيديو ما يمكنش لي نبقى نقطع. سمحوا لي بزاف الا ديرونجيتكم بهذا الصوت ديال المعلم. ف من خلال الفيديو التقنيه اللي انا وضفت، فمن خلال مشاهدتكم الفيديو انا عطيتكم الملاحظات باش هاد الملاحظات تردوا ليها البال، وانا تنخدم في التقنيه تهزوها يعني تردوا ليها البال ماشي دوز غير هكاك اعتباطيه. فانا هادشي علاش درجتها لكم في الفيديو ونشرت لكم ليها باش نتوما كذلك تردوا ليها البال. انا تنطلع وتنزل في الرشمه، ممكن نكون تنطلع ونرجع في الرشمه، ولكن نتوما ملي غتكونوا تتلاحظوا بالنسبه للمبتدئات ما يدوهاش ما يعطوهاش اهميه ديك الطول والنزول ما يعطوش اهميه كبيره، ولكن راه هو اللي تيطلع لك الطرز مزيان وهو اللي تينزل لك الطرز. هذيك التقنيه خاصك ملي تكوني تطبقي انتيا تاخدي الطرف ديال الثوب وتبداي تطبقي حاولي ما امكن انتيا تردي بال هاد النقط اللي ذكرت لكم. تتمنى ان الفيديو يكون من خلال التطبيق اللي غندرج معاكم، راني من خلال هاد الرشمه خدمت معاكم بزاف التقنيه ديك تعرجت لي فيهم الدوائر في الرأس ديالهم، يعني فيهم الطول والنزول وبحال التوريد وكاين تعرجت لي سامبل ما فيهمش الزواقه من الفوق. فانا عملت لكم كاع لي سامبل اللي متكررين عندي في الرشمه
عملتهم اللي مختلفين على بعضياتهم، بحيث انه الا مشيتي طبقتي هاد الرسمه غتلقاي كاع الحوايج اللي غادي تبغي فيهم صعوبه غادي تلقايهم من خلال هاد التطبيق. يعني اللي في التعرج عادي درته لكم، والتعرج اللي فيه الدوائر بحال هكا في الفوق ديالهم درتو، التعرج اللي تيكون غير صغير، التعرج اللي تيكون متوسط، كلهم طبقته معكم هنا، الباقي تيبقى يتكرر. فانا عملت معكم التطبيق ديال الرسمه ككل. تتمنى ان الشروحات اللي حطيتكم في الفيديو تستفدوا منها، وما تنسوش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا وبالتوفيق للجميع. اي تعليق راني ضروري متى ندخل نجاوب عليه، حتى انه لو كاع طلب الامر انني اعمل فيديو خاص بشي حاجه شي سؤال طرحته عليا، فانا اكيد غادي ندخل وندير لكم فيديو خاص به. ما تنسوش عملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وخليوا تعليق ديالكم، اراء ديالكم، انتقاداتكم ايضا، وما تنسوش عملوا بارطاج ديال الفيديو. شكرا وبالتوفيق للجميع.